منذ القدم عرفت عمان بأنها واحة الأمان ووجهة للسلام، يد تبني الحاضر والمستقبل وأخرى تعانق العالم. قلوب أبنائها مشرعة بحب لمن ينشد الخير منهم، وقيادتها ترسم ملامح واضحة لمساري البناء والتواصل في الداخل والخارج. وكما هي عمان دائماً، سياستها ثابتة على نهج متين قائم على الثقة بالنفس والقدرة على تجاوز الصعاب وتذليل العقبات لما فيه المصلحة العامة دون المساس بحقوق الآخرين. الراصد للحراك السياسي خلال العام 2023 يلحظ العديد من النشاطات الفاعلة على الصعيد الخارجي، تأتي في مقدمتها الزيارات الخارجية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، ولقاءاته السامية بأشقائه وإخوانه قادة تلك الدول العربية والعالمية. وكانت أولى تلك الزيارات في شهر يناير من العام المنصرم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة جلالته في اللقاء الأخوي لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية. وهو اللقاء الذي حرص فيه القادة على تعزيز العمل العربي المشترك من منطلق الثوابت الداعمة لوحدة الصف العربي والتضامن لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة العربية. شهر مايو من العام المنصرم شهد زيارتين ساميتين لعاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية إيران الإسلامية. عنوانهما المشترك العلاقات التاريخية المتفردة ما بين سلطنات عمان وكل واحدة منهما. مباحثات جلالة السلطان المعظم مع فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ركزت على هدف الارتقاء بالتنسيق المشترك بين قيادتي البلدين الشقيقين إلى مستويات أعلى، مستندة على عنصري التاريخ المشترك والثقافة المتبادلة، ومدعومة بالرؤى الموحدة بينهما والنهج الحكيم لقائدي بلدين لهما ثقلهما على الصعيدين الإقليمي والدولي. فكان ذلك سبيلاً للمكانة التي وصلت إليها سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية ما بين دول العالم، مثلما كان كل ذلك معززاً لرسوخ العلاقات وموفراً للعديد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية ومعظماً للمكاسب السياسية للبلدين الشقيقين. تلك الزيارة تلتها زيارة هامة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية إيران الإسلامية، جاءت متسقة مع عمق العلاقات العمانية الإيرانية بحكم الجوار والتاريخ والروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المتنامية بفضل توجهات قيادتي البلدين وحرصهما على تعزيز المصالح المشتركة والحفاظ عليها. اللقاء الذي جمع جلالة عاهل البلاد المفدى بفخامة الرئيس الإيراني الدكتور إبراهيم رئيسي شدد على أهمية الارتقاء بمستوى العلاقات التاريخية ومواصلة التشاور وتبادل وجهات النظر والتنسيق السياسي لعدد من القضايا الإقليمية والدولية، مع الإيمان بالدور الذي تلعبه سلطنة عمان باقتدار على الساحة السياسية والتقدير الإيراني للمكانة الدولية التي تتمتع بها السلطنة والثقة التي تحظى بها من قبل جميع الأطراف. وكما هي دائماً تنطلق اللقاءات والزيارات السلطانية السامية
من منظور هادف حكيم، تنفتح من خلالها آفاق أرحب في مسار العلاقات بين سلطنة عمان وغيرها من الدول. وما زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية سنغافورة إلا واحدة من تلك الأمثلة، حيث حملت أبعاداً ومضامين سياسية وثقافية واقتصادية كبيرة، فهي أول زيارة لجلالته لدولة في جنوب شرق آسيا، وأول زيارة دولة يستضيفها فخامة الرئيس السنغافوري ثارمان شامو منذ انتخابه في سبتمبر من العام المنصرم. الزيارة السامية الكريمة لعاهل البلاد المفدى فتحت آفاقاً اقتصادية واعدة بين البلدين، انطلاقاً من حجم التبادل التجاري المتنامي الذي يشمل قطاعات عدة من أبرزها السياحة والإنشاءات والتجارة والنفط والغاز والصناعة والتعدين والخدمات والتعليم والنقل والاتصالات وغيرها. والباب فتح لاستكشاف سبل تعاون أخرى في مشروعات الطاقة المتجددة، مع التركيز على البدائل منخفضة الكربون وحلول كفاءة الطاقة المتمثلة في مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب تبادل الخبرات بين البلدين. لا جديد يمكن أن يكرر عن العلاقات السياسية والاقتصادية بين سلطنة عمان وجمهورية الهند، فهي علاقات تاريخية متجذرة تتحدث عنها مسارد التاريخ وقصص الساردين من الكتاب والمؤرخين والتجار وسالكي القوافل البحرية والبرية منذ زمن طويل. عام حافل بالحراك السياسي المستنير تبحر سفنه في محيطات هادرة بتجاذبات المصالح، عام واصلت فيه سلطنة عمان نجاحاتها في دهاليز السياسة والتعاون المشترك، فحافظت على اسمها بين الدول وثقلها ومكانتها وهيبتها وإرثها التاريخي والحضاري والثقافي. وها هي سلطنة عمان اليوم تمضي في طريقها نحو مستقبل واعد مشرق تحت قيادة حكيمة يدير دفة أشرعتها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه.